اهلا بكم من جديد والى بعض اخبار المحاكمات قضت محكمه جنح المحله الكبرى بسجن عبد الفتاح الصعيدي مدرب الكاراتيه والمتهم في قضيه ممارسه الرذيله داخل صاله رياضيه عامين مع الشغل والنفاذ ورفضت المحكمه كافه الدعاوى المدنيه المقامه ضده لممارسته الرذيله والفعل الفاضح مع اكثر من 25 سيده داخل احدى الصالات الرياضيه في نادي بلديه المحله الكبرى. تستأنف في محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله في قضية اقتحام سجن وادي النطرون. وكانت التحقيقات كشفت عن اتفاق المتهمين مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال إرهابية. وصلنا الى ختام جولتنا شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء